من المشاكل اللي بتواجه الناس في سفرياتها الاولى ان هم ما بيكونوش عارفين شكل المطالع والارتفاعات اللي موجوده في الطريق، وده بيخليهم يتعبوا بسرعه ويخلي الرحله تجربه سيئه بالنسبه لهم. فمهم من الاول ان الواحد يكون مخطط للرحله صح، عن طريق ان هو يكون عارف المطالع والارتفاعات اللي موجوده في الطريق عشان يقدر يتمرن لها كويس، وكمان يقسم مجهوده على الطريق. برنامج رايد والجي بي اس من البرامج اللي تقدر من خلالها تعرف شكل المطالع والارتفاعات وكمان تحسب طول الطريق. خلينا نشوف شرح البرنامج مع بعض. ده برنامج رايد والجي بي اس، هكون سايب اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكريبشن. البرنامج ده تقدر تفتحه من اي براوزر عادي او ممكن تنزله كابليكيشن على الايفون او الاندرويد. خلينا نبدا ونعمل ساين اب. هبدا اعمل كونكتنج مع الفيسبوك بحيث ان يبقى اسهل شويه في ان انا بدل ما اكتب البيانات بتاعتي في الخطوه دي، هو بيتاكد بس من الاكونت ده بتاعي، فهنعدي الخطوه دي. دي صفحه بتاعت الويب سايت. هنبدا هنا من عند الكلمه اللي مكتوبه فوق روتس، هنبدا نعمل بلان جديده عن طريق ان احنا ندوس هنا. خلينا نبدا مثلا بطريق العين السخنه. هنعمل زوم ان على الجزء بتاع بدايه طريق العين السخنه عند تقاطع الدائري مع بدايه الطريق. ونبدا نحط اول علامه بتاعتنا عند البدايه. ونيجي عند نهاية الطريق عند البوابات بتاعت العين السخنة نحط النقطة التانية بحيث ان احنا نقدر نعرف المسافة والارتفاعات اللي موجودة في الطريق. بس مهم جدا قبل ما نحط النقطة التانية ان احنا نعمل هنا avoid الهاي ويز. البوابات بتاعت العين السخنة موجودة في المنطقة اللي هنا دي. هحط النقطة التانية للطريق هنا. هيبدأ يديني المسافات هنا. الطريق طوله 101 كيلو والارتفاعات اللي موجوده فيه 606 متر، والجزء اللي تحت ده يقدر يبين لي الشكل الارتفاعات والمنازل اللي موجوده في الطريق. فنقدر نشوف هنا من بعد الكيلو 55 الطريق بيبدا ينزل شويه لحد ارتفاع 248، وبعد كده بيبدا يطلع في مطلع هنا لحد 310. هنا الطريق فلات شويه، بعد كده في منزل ومطلع. ف الجزء ده بيبين قد ايه الطريق فيه مطالع ومنازل بحيث ان حد يقدر يقسم مجهوده على الطريق. خلينا مثلا نجرب طريق تاني زي طريق الفيوم بحيث ان احنا نقارن ما بين الارتفاعات اللي هنا والارتفاعات اللي هنا. فهنروح ميدان الرمايه بدايه طريق الفيوم عند حدائق الاهرام هنا. الجزء اللي تحت ده هو ميدان الرمايه. هنحط أول نقطة لينا هنا، نقطة البداية. ونمشي مع الخط الأصفر اللي هو طريق الفيوم لحد مدينة الفيوم. فهنا طريق الفيوم طوله تقريباً 84 كيلو والارتفاعات اللي موجودة فيه 407. فشكل الطريق بتاع الفيوم في أوله هنا مطلع، لأن في جزء اللي هو بتاع حدائق الأهرام ده مطلع. وبعد كده الطريق بيبدأ ينزل لحد اما نوصل الفيوم، وفي حتى هنا بالسالب، يعني هنا سالب 37 لان الفيوم منخفض. فالطريق وانت رايح الفيوم منازل. فده شكل الطريق بتاع الفيوم. فبرنامج رايد وجي بي اس فيه امكانيات اكتر من كده بكتير، ولكن انا النهارده اتكلمت بس عن ازاي تحسب المسافه والارتفاعات اللي موجوده في الطريق. لو واجهتك اي مشكله في البرنامج ممكن تكتبها في كومنت بحيث ان احنا نحاول نحلها مع بعض.